بيشوفني معاكم ياسمين النهارده جايه اكلمك عن الهدوم. الهدوم طبعا احنا هنموت واول ما نشتري طقم جديد بنجري على طول نلبسه وخلاص. هو دلوقتي هلبسه، يعني هلبسه انا اشتريته ليه؟ عشان احطه في الدولاب؟ لا، بطلي العاده دي. يا ريت لما تجيبي هدوم تجيبيها على طول تغسليها وتاني يوم تلبسيها. طب ما انا بقيس مطرح الناس ومش عارفه ايه. تروحي المحلات تقيسي، لما بتقيسي مطرح حد في حاجه اسمها فيروس المعده. فيروس المعده انت لما بتيجي تلبسي ممكن يخش في مناخيرك عن طريق بقك، بيجيب لك امراض. والهدوم اللي بتيجي عن طريق النت من بلد لبلد اونلاين فيها عليها مواد حافظه زي الاكل بالظبط. المواد الحافظه دي بتحافظ على لونها، بتحافظ على ملمسها، بتحافظ على متانتها. فانت لما بتحطيها في ميه بتشيلي كل المواد الحافظه دي، علشان المواد الحافظه دي بتؤدي الى الحساسيه والاحمرار. انواع الحساسيه اللي في الدنيا ممكن تجيلك بسبب المواد الحافظه اللي على الهدوم. يا ريت نغير الثقافه اللي عندنا دي، مش اول ما نشتري حاجه نروح لابسينها على طول. في غيرك اسهى وفي غيرك مش عارفه ايه، غيرك ده انت ما تعرفيش عنده ايه، ما تعرفيش جلده فيه ايه، ما تعرفيش الحاجات دي كلها. فيا ريت لو اشتريتي حاجه وحد اسهى قبلك انت ما تعرفيش، انت ما شفتيش، فتروحي البيت تغسليها وبعد كده تلبسيها. طبعا هي بفلوس كتير وكل حاجه والجو ده كله، فعشان هي بفلوس كتير مش عايزين نقعد نتعالج بقد الفلوس دي 3-4 مرات. خدوا بالكم من صحتكم، خدوا بالكم وعلموا اولادكم كده. الحاجات دي تعمليها قدام ولادك، عشان بنتك او ابنك لما يشوفك بتعملي كده هو لما بيكبر بيعمل كده. انا زيكم كلكم كنت برضو زيكم كده، باجي اول ما اجيب الهدوم اروح مش عارفه ايه على طول طلع لي حساسيه كتير من كتر ما انا بلبس الهدوم. الدكتور اللي قال لي فلازم اول ما تشتري هدوم تغسلوه، ما فيهاش مشكله. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناه وكمان تعملوا لايك للفيديو ده وكمان تتابعوني على الانستجرام عشان تلاقوا حاجات كتير قوي هتعجبكم. باي باي.